بسم الله الرحمن الرحيم. احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم راح نقدم لكم ان شاء الله فكره من افكار السيده حوريه، فكره بسيطه. عندنا قصب، هذه الفكره ان شاء الله تجيب القصب. ها القصب نطفوه بالموس، نطفوه مليح، نحكوه مليح بالموس باش يعود نظيف ويعود ارطب. القصبات يعودوا رطب ونظاف. ها هم، وعندنا الغراء، غراء الخشب، وعندنا هذا اللماع، هذا يبيعوا من عند المحلات اللي يبيعوا الخردوات. هذا يديروا في طلاء الجدران. هاو على كل لون، هاو هذا ذهبي، هذا اصفر، هذا غوز وردي غامق. وعندنا دوكا هذا الغراء، غراء خشب. نحكموا نجيبوا هذه القصبه، نطلوها كيما هك بالغراء. نطلوها كامل بالغراء. هذا الغراء الابيض هذا تاع الخشب كي يبس يعود شفاف، ما يبقاش ابيض، يعود شفاف ما يبانش. ومن بعد نديروا لها اللماع، واللون اللي يعجبكم في هذا اللماع، هذا حبيبات اللماع، اللون اللي يعجبكم واللي عندكم مثلا ديكور، تحبوا الفيولي، تحبوا الذهبي، الابيض، الاصفر، الاخضر، الازرق، اي لون اللي يعجبكم واللي يعود ديكور في المنزل تاعكم استعملوه. ان شاء الله هذه الفكره البسيطه هذه تعجبكم، واذا عجبتكم ان شاء الله استعملوها، وان شاء الله تفرحوا بها. ان شاء الله تعجبكم وتفرحوا بها يا رب. حاجه بسيطه ورخيصه وسهله. هاهي انا كملنا دركا من الغراء، وكنديروا اللماع. اللماع تشدي كيما هك بشويه، كيما هك ديري هك. ها هي لهنا، ها كيفاش ولات، ها الجعبة هذه كاملت هكا. ونخلوها نحطها تنشف. ها حطها تنشف، حطها كي تنشف نحطها في الفاز. ها تحبي أي لون، أي لون ديري، أي لون. دوكا نحطها تنشف، ها نحطها هنا تنشف، نحطها تنشف كيما هك. ها ها
بدك تزيني المنزل تاعك حاجه باليد وتخدميها باشياء بسيطه، زيني بها المنزل تاعك ان شاء الله.